نتكلم عن موضوع مهم في ناس كثيرة بتسأله في الكومنتس واللايف وفلوجز وايا كان اللي بعمله على السوشيال ميديا، ازاي او اسهل او احسن طريقة اللي انت او هم يجوا هنا بريطانيا. في طرق كتير على فكره يا جدعان، يعني مش طريقه واحده. اول طريقه اللي انت تيجي عن طريق ان انت تيجي سياحه، ده طريقه معروفه لاي حد، يعني انت تيجي هنا سياحه وتقعد لك اسبوع اسبوع ونص وترجع تاني. بس عشان تيجي سياحه هنا في بريطانيا الموضوع مش سهل خالص. اي حد جاي سياحه لازم يكون قادر ماليا، وبص من جميع انواع اقول لك ايه الماديات، يكون قادر اللي هو يجي ويقعد هنا اسبوع او اسبوعين او ايا كان المده اللي جاي يقعد فيها، لان بريطانيا مش رخيصه خالص، سواء تقعد في اوتيل او تاجر شقه او تاجر اوضه للمده اللي انت جاي فيها، او حتى المواصلات او الاكل والكلام ده مش رخيصه خالص. فعشان العمله كمان، يعني الجنيه الاسترليني بيعمل له دلوقتي 20 21 جنيه مصري، كاردو باب العمله بتاعت بلدك. تاني نوع من انواع الفيزا اللي انت تيجي هنا ان طريقه فيزا العمل. مؤخرا لما بريطانيا طلعت من الاتحاد الاوروبي عملوا نظام جديد، انا عملت فيديو عليه، الفيديو هيكون في الديسكربشن، اسمه نظام 70 نقطه. ال 70 نقطه دول انت بتاخد الفيزا عن طريق، لو انت وصلت 70 نقطة في الابليكيشن او طلب الفيزا بتاعتك هتتقبل وتيجي هنا. من ضمنهم اللي انت يتعرض عليك شغل من شركة هنا، الشركة دي مسجلة في الشهر، بص بيقولوا كده في الشهر العقاري هنا في بريطانيا، او لها سجل تجاري او سجل ضريبي، وتكون عرضت عليك العقد بمرتب محدد بمدة معينة، والعقد ده يكون طبعا مبعوت لك ومختوم وفي امضاء وكل الكلام اللي احنا عارفينه. من ضمن السبعين نقطة كمان انت بتكون بتتكلم انجليزي بشهادات، يكون عندك شهادات خبرة، ما يكونش عندك طبعا حاجات اللي هي حاجات جنائية كريمينال والكلام ده. ثالث نوع من انواع الفيزا اللي انت ممكن تيجي هنا، انا كلمت الموضوع ده 100 مرة قبل كده بس حاول انا اكرره بطريقة بروفيشنال اكتر، اللي انت تيجي عن طريق جواز، اللي انت تكون متجوز سواء انت او انت متجوز بريطاني او متجوز بريطانية، في اسمها سباوس فيزا او فيزا ضم زوج. الفيزا دي من رأيي الشخصي احسن فيزا، لان الفيزا دي انت بتبقى جاي، لان انت مش مفروض ان انت تكون مثلا معك شهادات عليا او خريج جامعة معينة او ليك خبرة في مجال معين او ايا كان، عادي انت ordinary person او شخص عادي بس اتجوزت من شخص بريطاني. الفيزا دي تكفل لك حق الإقامة لمدة معينة، بعد كده بتاخد الإقامة الدائمة، بعد مدة معينة تقريبا 5 سنين بتاخد الجنسية. الفيزا دي كمان بتضمن لك اللي انت بتشتغل اي شغلانة انت عايزها، بعكس لما تكون انت جاي على عقد عمل وانت بس مفروض تشتغل الشغل ده، ولو كسرت مثلا او لغيت عقد العمل ما بينك وبين الشركة للأسف الفيزا بتاعتك بتتلغي على طول وبترجع لبلدك. فيزا الزوج او الزوجة، انت لو سبت الشغل عادي ولا يتأثر في حاجة، لان انت ليك الحق اللي انت تشتغل وتقعد وتقيم وتمارس حياتك العادية كاملة من غير اي معوقات. الفيزا بقى اللي الناس او اكتر الناس بتسألني عليها اللي هي فيزا الطلبة او الدراسة. فيزا الدراسة سيدي، اول حاجة انت بتخش على شوف ان انت عايز تدرس ايه بالظبط، سواء طب هندسة تمثيل الخ الخ، بتخش على الجامعة اللي انت عايز تدرس فيها او الجامعة اللي انت اخترتها، تخش على الموقع الرسمي بتاعها، بترسلهم بتبعت لهم اسمك والكلام ده وتفاصيلك والدرجات بتاعتك وي 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 والكلام ده، بعد كده هم هيردوا عليك بسبب الموافقة او بالرفض. اللي بيعزز موقفك في موضوع الدراسة اللي انت تبقى قادر ماديا ان انت تتكفل بنفسك هنا لما تيجي تدرس في بريطانيا. ليه بقى؟ الدراسة هنا بتكفلك ان انت حق الشغل كمان، يعني ليك تشتغل 20 ساعة في الاسبوع لو انت جاي عن طريق فيزا الدراسة، فالموضوع مش صعب خالص انت تشتغل هنا وتدرس في نفس الوقت. بس المشكلة الدراسة هنا غالية، خصوصا للناس اللي جاية من خارج الاتحاد الاوروبي، اللي هي الناس اللي جاية مثلا افريقيا اسيا ميدل ايست، سواء انت جاي من الاتحاد الاوروبي خارج الاتحاد الاوروبي هتكون صعبة، مش صعبة غالية شوية. اكتر الطلبة هنا على فكرة جاية من الصين، الصينيين معهم فلوس كتير فبيقدروا يكفلوا بموضوع الدراسة ومصاريف الدراسة. بس دي الفيزا اكتر فيزا اتسألت لي، فانا بحاول انا ارد عليكم في اكبر عدد او اقل عدد من الدقائق. وياريت الفيديو ده عجبك تشيره وتشوف انت عايزيني اتكلم عليه حاجة تاني، وان شاء الله هكون فيه جديد. انا قلت ان انا بلاش اطلع النهاردة اعمل فلوجز بره وشوارع ونظام والكلام ده، فالنهاردة انا هنشتغل شوية كده في الجنينة انا وانتم مع بعضينا،
طبعا انا كنت ممكن اعمل الموضوع ده من غير ما اصوره والكلام ده، بس انا قررت ان انا اصور الفلوج ده. تمام، زي ما انتم شايفين دي الجنينه بتاعت البيت، كل البيوت انجليزيه كده، فيها البيت والجنينه بره. فانا جبت شويه حجاره زي ما انتم شايفين دي عشان احطها على طرف الجنينه، وحوط الجنينه بالحجاره دي، بيديها منظر كويس. وهندردش مع بعض النهارده عن ازاي تسافر بريطانيا بطريقه قانونيه وانا بعمل المكان ده. انا عملت مش انا جبت حد يعمل الموضوع ده بره زي ما انتم شايفين هنا، فانا عايز اعمله عندي جوه في الجون هنا. ف ادعوا لي بقى ان انا اظبطه بنفس الشكل زي بره كده هنا في الطرف، وحوط الجنينه كلها بالحجاره كده. بص، اول حاجه اعملها اخد الحجاره وارصها جنب الحيطه كده، واشوف هل دي هيكون شكلها حلو ولا لا. اي حد عنده خبره علق، ممكن لما اعمل المشوار ده اغيره تاني لو فكرتك عجبتني. برضه انا مش واثق من الموضوع ده يا جدعان، مش عارف ليه، حاسس ان انا برضه مش هوصل، مش حاسس برضه ان انا مش هوصل للنتيجه اللي انا عايزها. بتاخد خمسه جنب بعضيها، 1 2 3 4 5، واخدها طبعا بجانب الحيطه والسور، وحوط كل المكان زي ما قلت لكم. انا بحاول على قد الامكان اشوف اي فكره ان انا اصورها عن بريطانيا، بس انا النهارده ما عنديش يعني مزاج رايق ان انا اخرج بره واصور لكم فلوجز بره، فقلت انا هعمل الفلوج ده النهارده عن ازاي اعمل او ارص الحجاره في الجنينه، لان انا كنت اجرت حد عشان يجي يعمل يرص الحجاره دي بره زي نظام اكسترا او مكان اضافي اللي الواحد يركن العربيه فيه، عشان طبعا في 3 عربيات فمفيش مكان. انا كل مره اجي الاقي المكان كله متاخد، فاضطر ان انا اركن بره في الشارع، والعربيه لسه جديده فانا مش عايزه يعني تتبهدل وكده. فانا دفعت الفلوس دي من جيبي عشان اعمل مكان زياده اللي انا اركن العربيه فيه. فالنهارده صح الراجل اللي هو خلص بره قال لي في عندك حجاره زياده هنا، مش عارف انت عايزها ولا اخدها. قلت له لا سيبها، انا ممكن افكر في اي حاجه جديده اعملها هنا. فانا جات لي الفكره دي ان انا احوط كل الجنينه من ورايا كده بالحجاره دي، يعني خمسه كده جنب بعض يعملوا حوالي متر او مثلا نص متر. فهنشوف الموضوع ده هيكون شكله عامل ازاي النهارده. ف استنوا معايا يا جدعان، محدش يمشي، ده فلوج صغير، اوعى حد يمشي، اوعى حد يمشي.